أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه سيمور، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. فيلمنا اليوم مقتبس عن قصة حقيقية صارت بتركيا مع بنت تسلط عليها زعيمة من الجن. بيبدأ الفيلم بتركيا 1997 ومنشوف واحد عم يخبط على باب بيته وبتفتح له زوجته ويلي بتكون جايبة شيخ ليساعد بنتها الملبوسة. ولما الشيخ كان عم يحاول يهدي البنت الملبوسة مروة فجأة بيتغير صوتها وبصير يحكي الجنية اللي متلبسة، وخالتها بتصير تتصرف بشكل غريب ومرعب وبتصرخ وبتوقع على التخت، فبيطلب منهم الشيخ انه يطلعوها لبرا، وبصير الشيخ يقرأ قرآن على مروة وبيمسك ورقة وبيحرقها، فبتصير مروة تتشنج وبترتفع بالهواء، وبيحكي الشيطان يلي لابسها وبيقول للشيخ انه هو زعيم قبيلة الجن وانه ما رح يتركها ابدا، بس الشيخ بيضل عم يقرأ ويحرق ورق لحد ما بيقدر يتخلص منه وينقذ مروة. وبعد مرور 20 سنة بتكبر مروة وبتتزوج شخص اسمه أوزان، وبيوم بتجي لعند مروة رفيقتها أوزجي وبتصحيها من النوم وبتنزل بتحضر فطور، وهنن قاعدين عم يفطروا بيجي اتصال لمروة من أمها وبتخبرها إنه خالتها توفت، وفجأة بتتضايق مروة وبتصير تتذكر يلي صار بالماضي، وبتقول لرفيقتها أوزجي إنه خالتها ماتت بس هي مو زعلانة عليها، فبتقلها أوزجي إنه شو ما صار هي بتضل خالتها، فبترد عليها مروة وبتقلها إنه أنت ما شفتي يلي صار معي بسببها، والشغلات الغريبة يلي كانت تشوفها بمنامها أو حتى وهي صاحية بسبب السحر يلي عملت ليا. ومنرجع بمشهد من الماضي ومنشوف إنه خالتها فعلاً من زمان راحت لعند مشعوذ وبيعمل لها سحر على صورة مروة وكتب لها طلاسم ورموز على الورقة وبيربط السحر وبيعطيه لخالة مروة. ولما رجعت خالتها على البيت حطت لها السحر بصندوق الأواعي تبعها، بس بالآخر الشيخ قدر ينقذها من التلبس يلي صار معها. ومنرجع لمروة وبتكون عم تحاكي إمها مشان تعتذر عن حضور جنازة خالتها، بس إمها بتعصب وبتقلها إذا ما أجيتي على الجنازة تنسي إنه أنا أمك. بعدين بتحاكي مروة زوجها أوزان وبتقوله إنه لازم يروحوا ويحضروا جنازة خالتها، بس أوزان بيكون قلقان ومتردد لأنه بيعرف الأذى اللي تعرضت له مروة من خالتها. ومنرجع للماضي ومنشوف إنه أمها لمروة وخالتها كان في بيناتهم خلافات كتير وكانوا بيكرهوا بعض من لما كانوا صغار، ولما أبوهم توفى وصاهم إنه ما يتخانقوا مع بعض أبداً. ومنرجع للحاضر ومنشوف أوزان رجع من شغله وبياخد مروة ليروحوا على عزا خالتها، وأول ما تصل مروة على بيت خالتها بتفتح لها أمها الباب وبتشوف مجموعة نسوان وأشكالهم مخيفة، وفجأة بيصرخوا وبيهجموا عليها، بس بتصحى مروة وبيطلع كل يلي شافته عبارة عن كابوس، فبتقله لأوزان إنها بطلت تروح على جنازة خالتها، وبالفعل بيرجعوا على البيت. وبالليل وهي نايمة مروة بتصحى على أصوات غريبة، فبتقوم وبتقول لشوف شو هالصوت، وبتفوت على الصالون وبتشوف مجموعة نسوان شكلهم مرعب كتير وبيكونوا عم يعملوا طقوس قدام الجثة، فبتخاف مروة كتير وبتحاول تنادي لزوجها، وبيكون النسوان عم يطلعوا فيها بشكل مخيف لحد ما بيندق الباب وبتصحى مروة وبيطلع كمان عبارة عن كابوس. بينزل أوزان وبيفتح الباب وبيكون ابن عمه وزوجته جايين لعندهم زيارة من غير بلد، وبيكونوا مبسوطين بجيتهم. وبعدين بتروح زوجة ابن عمه على الحمام وبتنادي لمروة مشان تعطيها بشكير، بس فجأة بتحس مروة بشي غريب، وفجأة بتشوف زوجة ابن عم زوجها بشكل مخيف كتير ومرعب، فبتصير تصرخ، وبيجوا لعندها وبصير أوزان يحاول يهديها وبيقلها إنه كل هاد عبارة عن تهيؤات، فبتعتذر مروة منهم وبعدين بيطلعوا ليفطروا برا البيت. وهنن قاعدين عم يفطروا بتشوف مروة بنتين لابسين كفن وبتسأل أوزان إذا شايفهم هو كمان، وهي عم تحكي بيطلعوا البنتين قدامها بشكل مخيف، فبتصرخ مروة. بعدين بيروحوا على دكتور نفسي وبتصير مروة تخبره عن اللي عم يصير معها وعن الشغلات المرعبة اللي عم تشوفها، وبيكونوا الباقيين قاعدين وعم يستنوها بالمطعم، وبيكون واضح على زوجة ابن عمه إنها ما بتآمن بالسحر ولا الجن، وبتقولن إنه هذا كله عبارة عن ضغط نفسي وإنه مروة بحاجة لراحة، وبيشخص الدكتور حالة مروة على إنها عبارة عن ضغط نفسي وإرهاق، وبيكتب لها أدوية وبيقلها إنه لازم تلتزم فيهن وإلا ممكن تتطور حالتها النفسية وتؤدي للانتحار. بس مروة ما بيعجبها حكي الدكتور وبترفض العلاج وبتطلع لعند زوجها وضيوفه. وهنن ماشيين بيكون في شيخ بالطريق وبيمر جنبهن، وفجأة بيحس بشي غريب وطاقة غريبة عم تطلع من مروة، وبيعرف إنه عندها حالة تلبس ومعمول عليها سحر. وبالليل بيكون أوزان قاعد مع ضيوفه ومروة بغرفتها، وفجأة بتشوف بنت شكلها بيخوف، فبتصير مروة تتشنج وكأنه في شي عم يسحب روحها، وبتتذكر إنه الشيخ قال لها تقرأ المعوذات إذا حست بالخوف، وبالفعل بتصير تقرأ وبترجع لحالتها الطبيعية. وبيجي أوزان لعندها بعد ما سمع صوت صراخة وبيحاول يهديها وبيقلها إنه هو جنبها وحيلاقوا حل لهالمشكلة. وتاني يوم بتجي لعندهم رفيقتها أوزجي وبتنبسط مروة كتير لما بتشوفها، وبتاخدها مروة على غرفتها وبتخبرها إنه رجعت تشوف الشغلات المرعبة يلي كانت تشوفهم هي وصغيرة، فبتزعل عليها أوزجي وبتحاول تهديها،
وبتقلها أنه حتاخدها على شيخ بيقدر يساعدها ويفك السحر يلي عليها. وبعد ما ينزلوا لتحت بتصير مروة تسمع أصوات طالعة من غرفة النوم، بس ما بيكون حدا عم يسمع الأصوات غيرها، وبتشوف إيد الباب عم تتحرك بقوة، بس كمان ما بيكون حدا شايف الشي غيرها. وبتصير تصرخ بقوة، وفجأة بتتيبس بمكانها وبتصير تحكي بصوت الجني المستحوذ عليها وبيقلن إنه كلكن حتموتوا الليلة. فبيطالعها أوزان على غرفتها وبيقله ابن عمه إنه لازم يربطوها بالتخت مشان ما تأذيهن أو تأذي حالها. لما بيقرب منها بتمسكه من رقبته وبتحاول تخنقه، وبتصير تقول إنه كلكن حتموتوا اليوم. وبالأخير بيقدر أوزان إنه يفك حاله من إيدها، وبتكون مروة عم تصرخ بصوت مخيف وعم تحكي شغلات مو مفهومة. وبعدين بيروح أوزان مع أوسكي لعند الشيخ وبيطلبوا منه إنه يساعدهم لحتى يقدروا يفكوا السحر عن مروة. وبالبيت بتكون مروة رجعت للحالة وبيكون عم يطلع من عيونها دم، وبتصير تحكي بصوت مخيف مع زوجة ابن عم أوزان، وبتسيطر على زوجة ابن عمه وبتصير تكسر لعظامها وبتوقع على الأرض وبتموت. ولما بيروح ابن عمه ليتفقد زوجته بيلاقيها مرمية على الأرض وميتة، فما بيصدق الشيء اللي شافه وبصير يبكي ويصرخ بشكل قوي. بعدين بياخد سكينة وبيطلع مشان يقتل مروة وينتقم لزوجته، بس فجأة بتطلع له مروة وبتسيطر عليه وبتخليه يقتل حاله. وبهذا الوقت بيصل أوزان مع الشيخ على البيت، ويلي بحس بطاقة غريبة طالعة من البيت وبيقول كلمة سيمور. ولما بيفوت على البيت بيتفاجئوا لما بيشوفوا جثة المرة بالمطبخ، فبيركض أوزان ليشوف مروة، وبيلحقوا الشيخ وبيشوف مروة ماسكة أوزان وعم تحاول تخنقه. ولما بيشوف الشيخ بيصرخ عليها وبيقلها سيمور، فبتطلع فيه مروة بنظرة غريبة وبتوقع على الأرض. وبالليل بيخبرهم الشيخ إنه سيمور هو زعيم قبيلة الجن، وإنه هو انولد من أولاد إبليس، وبيقله إنه مسيطر على زوجته، وإنه كان في مخلوق تاني مسيطر عليها لما كانت صغيرة، بس قدر الشيخ ينقذها منه. وبيخبره إنه لازم يعرفوا مين يلي عمل له السحر التاني، وبيطلب من أوزان إنه يجيب له طاسة الرعبة، وبتروح معه أوزكي ليجيبوها. وبيطلع الشيخ لعند مروة وبصير يحكي مع سيمور الشيطان يلي متلبسها، وبيقله الشيخ إنه ما عم يقدر يطلع فيه بسبب ذنوبه، وبذكره بالقسم يلي عطوه الجن لسيدنا سليمان إنه ما يأذوا البشر أو يقتربوا منهم. بس سيمور بينكر وبيقله إنه ما حيترك الجسد، فبيهدده الشيخ إنه رح يقطعه ويقتله إذا ما ترك مروة. وبيخاف كتير سيمور من قوة الشيخ وبصير ينادي لباقي قبيلته لحتى يهاجموا الشيخ يلي بيقدر بالآخر إنه يسيطر عليه. وبيعترف سيمور إنه أوزكي راحت لعند المشعوذ وطلبت منه إنه يعمل سحر ليخرب العلاقة بين مروة وزوجها بسبب حبها لأوزغان، وكانت غايدة تفرق بين مروة وزوجها لحتى تاخده منها، وبيقله إنها كانت مستعدة تعمل أي شيء لحتى ينجح السحر. وخبرها المشعوذ إنه أول شيء لازم يتخلصوا من خالتها لمروة، وإنه لازم تجيب له صورة لمروة وشي من أثرها مثل خصلة شعر أو دم، بس أول شيء لازم يقتلوا خالتها. وبالفعل بتروح أوزكي لعند خالة مروة وبتستغل مرضها وبتشربها دم الخنزير بحجة إنها عم تعالجها وبتقدر إنها تموت الخالة. وبعدين بيطلب منها المشعوذ إنها توزع طلاسم شيطانية ببيت مروة، وبالفعل بتوزعهم أوزكي بكل البيت، وبيطلب منها إنه تشربها من دم الخنزير على عدة أيام وبشكل متقطع لحتى يبلش يظهر عليها تأثير السحر لحد ما يسيطروا عليها الجن ويتغذوا على جسدها. وبصير الشيخ يقيم كل الطلاسم والحجابات الشيطانية يلي عملتهم أوزكي من البيت، وبيكون أوزان واقف وعم يشوف كل شيء، بس الشيخ بيكون لسه ما خبره إنه أوزكي هي السبب بكل يلي صار مع مروة. وبتعصب أوزكي من الشيخ وبتروح وبتاخد سكينة من المطبخ وبتطعن الشيخ بظهره لحتى ما يكشفها. وبعدين بتعترف أوزكي لأوزان إنه هي يلي عملت السحر لمروة لأنها بتحبه وبتغار من مروة، وبتقله إنه من أول لحظة شافته فيها ما قدرت تسيطر على حالها. فبينصدم أوزان من كمية الشر يلي عندها وبيقلعها برات البيت، وبتهجم عليه لحتى تقتله، بس بيقدر أوزان إنه ياخد السكينة منه ويطعنها ببطنه، وبتوقع أوزكي على الأرض وبتموت، والساحر بينقلب السحر عليه وبيموت بسبب شر أعماله. بعدين بيروح أوزان لعند مروة على الغرفة وبصير يبكي كتير، بس فجأة بتصحى مروة وبينفك من عليها السحر بعد ما ماتت أوزكي ومات مع الساحر يلي عمل السحر. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.